مهنة اليوم جعلها الإنسان في حضر موت وسيلة تحفظ بها البيوت وزينة تكسبها رونقا وجمالا. أهلا بكم إلى عالم صناعة النورة. تتميز حضرموت بسلسلة جبلية وهضابا تحتوي على أنواع كثيرة من الحجارة، الأمر الذي جعل الناس هنا يتخذون منها منافع جمة، ولعل أبرزها الاستفادة من تلك الأحجار ومزجها مع مواد أخرى لتقوية منازلهم وإعمار أرضهم. هناك نوعان من تلك الحجارة، هما المسيال والجبلي. من هذه الجبال بمدينة تريم يتم نقل هذه الأحجار من هنا وأخذها إلى الأماكن الخاصة لصهرها وتليينها. سنذهب سوينا الآن إلى الميفا، وهو المكان الخاص بصهر هذه الأحجار الجيرية. سنتعرف بمزيد من المعلومات حول أسرار هذه المهنة. السلام عليكم. سلام. يونس معدل، كيف حالك؟ حياك الله. طيب مبسوط؟ مرتاح ان شاء الله؟ صحتك مولاك زينه؟ ما شاء الله منعم. ما شاء الله من الفجر هنا. نعم. وتستخدمون هذه المهنه، مهنه ايش بالضبط اسمها هذه؟ هذه مهنه الميفا. هذه الميفا؟ ايوه. فرم الكبير. فرم كبير، نعم. نكون خاص بحرق الحجار. احجار فقط. طيب متى بدات فيها المهنه ذي؟ لنا قاعد تقريبا 15 سنه ولا اكثر كذا. 15 سنه فيها او اكثر. ومستمر عليها، ما انقطعت؟ مستمر على الشغل هذا. يونس، ايش الادوات اللي تستخدموها في المهنه هذه؟ ادوات هذا الكريك. كريك؟ اي كريك، هذا يكون حمل هذا الدمان يزقوه لداخل الميفا. تاخذون الدمان منه؟ ايوه. هذا الكريك. ايوه. وايضا يستخدم في النوره بشكل عام، لكن هنا بيستخدموا فيه الدمان مخلفات الاغنام هذه، تمام. وايش عاده؟ لا داخل هنا. هذا الكريك، ايش الثاني؟ وهذا المقشط، هذا يسمى مقشط، يقرب الدمان لعنده. مقشط؟ لا، ابعد الدمان، هاي يقربه لعنده هنا. يقربه؟ يقربه هنا. ايوه. اسمه ايش؟ هذا مقشط. هذا مقشط، تمام. ايش الثاني عاده؟ هذا الزيت. الان شوفوا زيت، اعطاه بالزيت مثل هذا الدن الجليس ذا، يكون بحمله. الزيت ايش يسوي مع نارنا؟ يشتعل كثير في الدار. يزود الاشتعال. ايوه، لازم منها، لازم هذا الزيت. يعني اداه مهمه هذه الزيت. هذا مهمه الزيت، ونلقيه فوق الدمان. طيروه فوق الدمان؟ 20 برميل تقريبا فوق الدمان. وبرضه يساعد الاشتعال. يساعد الاشتعال كثير. طيب ايش عاده من الادوات هنا؟ وهذه المغرفة. مغرفة؟ نعم. ذي تسوي له للرماد داخل، إذا كثر الرماد تحت الدكة هناك داخل. قلين نسحبه، كل ما تراكم نزلتوه. نعم، نسحبه هلا شوية بس. طيب يونس، إيش دور النار؟ هذه دور النار، النار تنيح الحجر هذا. تنيحه؟ ايوه. يعني تحوله من حجر الى ايش؟ الى نوره. الى نور؟ ايوه. كان حجر صلب وبعد ذلك يتكون الى نوره، تكون حجر تحملها تكون خفيفه. البدايه ثقيله وبعد ذلك لو حرقتها تكون خفيفه النور. والاحجار اللي تدخلوها في الميفا هنا كبيره وصغيره، وايش حجمها؟ في البدايه تكون حجار كبيره. وكلما ترفعت لفوق يصغر الحجر. يونس، يعني ذي الحين النار لما تدخل مفترض يكون اسود الحجر، كيف ينزل ابيض بعدين؟ الان كثر الاشتعال، معناها الان في البدايه يكون اسود. اسود؟ يتاثر بالنار. يتاثر بالنار. أيوة. بعد ذلك لو حرقت عليه يومين ثلاث ايام خلاص تطلع النار، تكون فوق هناك مشتعله، نار كثيره فوق. يتحول الى لون ثاني ولا؟ يتحول الى لون ابيض. ابيض؟ واحد مع كثره النار. مع كثره النار. لكم ان تتخيلوا كيف كانت الطرق القديمه لنقل هذه الحجارة، والوقت الطويل الذي يقضونه في عملية الحرق، لكنهم أبدعوا وتفننوا في تطويع هذه الحجارة الجبلية الصلبة وجعلها مادة تحفظ بها البيوت الطينية هنا في حضرموت. يونس، تقريبا استوفينا كل المعلومات، ها؟ طيب لو حابنا أجرب،
تفضل. يعني ما في خطوره علي؟ لا. طيب يلا بسم الله نجرب. اي توكلنا. ناخذ غمار التجربه الخاص ب قرب هذا. قربه هنا. اي قربك هنا عند الفقر. حاول قربه هنا. لا هنا. ايوه. وحراره يم. صبر. قرب على انا. هذه من ضمن الادوات اللي اسمهاش هذه. ايوه التقروب الدمان. هذا تقروب الدمان بالطريقه هذه. هاي الطريقه يكون قريب من الفرم هذا. أيوة. او الكير. طيب الان احمل هذا الكريك. كريك. ايوه اغرب به هذا. يعني حتى لها طريقه معينه انك تدخل. ايوه هكذا سكنه هناك. ايوه تمام. ازقل داخل كل ما زقلت. لا داخل داخل برا بك. ازقل لا داخل قوه. ها ايوه تقول لا داخل. ارفع يدك. ايوه ارفع. طيب واذا جاء هنا بيولع هنا. انت ما يولع هنا بس. طبعا نصب الزيت الحين. عطي زيت الان. هذا كذا. زيت. ايوه. طبعا الزيت. مثل ما يقول الاخ يونس انه الزيت مهم. ايوه. حط وايد ولا قليل؟ نصف الجلاس. نصف او اكثر ما يقول شيء. تمام. ايوه خلطت عن جنب. كيف الان بعيد ولا؟ لا قرب. تقول لا داخل. ايوه على هكذا. عاد انا ولا خلاص؟ عادك عاد شوي. يعني برضو الزيت هذا لازم يكون بحذر. بحذر وعقل عشان ما تصلك النار. ايوه عادنا مره ثانيه. عد له الحين خلاص يكون مستمر بالدمان هذا. قرب اكثر شيء. ايوه قرب الان. قرب لك هزه دمان. قرب عليها. والدمان هذا المخلفات حق الاغنام برضو تشتروه؟ اشتريه بعضه نشتريه بعضه ببلاش. يجيلكم اصحاب. أيوة الاغنام يعني. نحن نجر عدنا حقنا. نجيبه من ردود. يعني مثل الكوم هذا كم ايام بيعبركم؟ هذا عبرنا ثلاث ايام تقريبا. ثلاث ايام كامل. ايوه. هذه الحيارة هل جبناها هذه؟ واحطها داخل الفرن. يعني تكون الشكل ذا قبل البدايه يكون اوركب. وبعد ذلك يكون هذا الحيار الكبيره في البدايه. دخلوها كيف؟ من هنا دخلوها فين؟ دخلوها من هذه الفكه دي. من هنا هذه الفكه. ايوه من هالمكان. هذه المكان ترسلوا هنا. رسلوا داخل يطلع على ابنه لفوق. اذا هنا الطريقه الرسميه للدخول. ايوه دخول الحيار. يتم رص. كيف طريقه الرص؟ طريقه كيفيه الرص اول تكون اول الركبه يعني واحد بجنب واحده. لفوق ترته. لفوق. عقد تلقى الحجر الكبير في هذه. ما تصل الفكه اللي قدام. يعني يبدا الحجر الان من هنا الى ما في لفوق. لفوق تطلع لفوق عليه. اذا المكان هنا مثل ما اشار الاخ يونس انه المنفذ الوحيد لوضع الحجر من هنا. يعني يبقى ثلاث ايام داخل. ايوه ترص. بعد ايوه رص بعدين تفتحونه وتخرجونه. هذا نيح النوره خلاص حرقت الوقيد حقه. يكون تبريد واحد يوم بس فقط اليوم. تخلي بس تفتح ال تفتح هذه الفكه هذه يبرد. وبعدين تخرجونه. تخرجون من هذه الفكه. كان هذا الحير العوف ذا هذا يسمى المرو. مرو. مرو ذا ما ينجح ابدا. مرو. وهذا ايش اسمه هذا؟ وهذا حير ملس مثل ذا حيار زين هذه صلح للنوره. اذا نوعين مثل ما يقول يونس مرو واملس. املس ذا هذا. لكن هذا غير قابل. قابل اطلاقا. ليش؟ لان في هذا المرو ذا. مرو ذا ما ينجح ابدا. لكن هذا بسرعه. ذا نعم هذا نوره زين حقه. طيب هذا من فين تجيبونه هذه؟ هذا نجيبه من وادي ردود. ردود هناك بعينات. ايوه. نحن الان امام هذه المقطوره الخاصه بحفظ الزيت الحارق المستخرج من الدراجات الناريه والسيارات والالات بشكل عام وتستخدم ضمن خطوات حرق الحجر الجيري. طبعا مثل ما قال اخ يونس انها مهنه شاقه ومتعبه وخطيره في نفس الوقت. نعم. يعني على مدى ثلاث ايام يكون متواصل العمل. النار لا تنطفي داخل ليل مع نهار. ليل مع نهار. ايوه يكون بشكل تناوب. تناوب. نعم. وبكل تاكيد انه لو وقف العمل هنا بتوقف النوره بشكل عام. ما بيكون في السوق نوره. ايوه لانه هنا المنطلق الاساسي للحجاره. فعلا يعني هي معلومات قيمه ولا بد ايضا محافظه هنا. اخ يونس يعني احنا سعداء جدا اولا نجينا في وقت العمل
واخذنا فكره ومعلومات عن الميفا هذا. وطبعا هي مهنه شاقه في نفس الوقت، ونحن بدورنا هنا نقلنا بعض الاساليب، وبرضه في نفس الوقت ننقل معاناتكم، ولابد في نفس الوقت ايضا الحفاظ عليها ان شاء الله، لا يمكن الاستغناء عنها. سعداء جدا، وان شاء الله نتواصل في وقت لاحق باذن الله. حياك الله. طبعا نحن الان امام فوهة هذا الميثا، وتعرفنا حول خطوات ومراحل ادخال الحجر، وايضا كيف يتم استخدام مخلفات الاغنام والزيت وكل ذلك حتى يكون جاهز للسوق المحلي ويتم استخدامه ايضا في المسباط. النورة هي عبارة عن احجار كلسية لا تنتهي خطوات صناعتها بعد، ولكن هناك المزيد من المراحل حتى تصبح جاهزة للاستخدام. حرصت أن أذهب إلى أحد المعامل أو ما يعرف هنا بمعصرة النورة، حاولت أيضا أن أقترب أكثر من تفاصيل هذه المهنة، وحرصت كذلك أن يكون هذا المكان إلى جوار مدينة سيئون. تنتشر العديد من مصابط النورة هنا في أغلب مدن وقرى وادي حضرموت، لكن البعض ما زال يحافظ على الطريقة التقليدية دون الرجوع إلى الآلات الحديثة. سنلتقي الآن بعد لحظات مع الأخ أحمد بصالح لنعيش معه أسرار هذه المهنة الخاصة بصناعة النورة. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب حالك؟ طيب مرتاح ان شاء الله؟ ما شاء الله هنيك. امورك زينه الحمد لله. وش احمد بصالح، لو بدانا معك في المهنه هذه، ايش ابرز الادوات اللي تستخدم في المهنه؟ الادوات هذه المغرفه، هذه نغرف النوره بها. مغرفه؟ هذه مغرفه نغرف النوره. حديد؟ حديد. تمام. هذه زي دي كمان. وليش هذه؟ الكف، هذا يقول له كف. تستخدمون في ايش؟ تشلون؟ نشل بالنوره ولا نحسب ولا ذا. شفت؟ تمام. ايش عاد؟ ليونية قاصرة، يبغى شيء ولا شيء نطرح له بهذا. ليونية مثل هذه؟ ايوه. هذه طبعا بال 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 باللهجة يسمونها ليونية. وايش عاده؟ والمغرفة هذه مغرفة طويلة. مغرفة؟ طويلة هذه. نسحب النورة بها، نسحب النورة. نسحب النورة من هنا؟ ايوه، نسحب النورة، نركم بها النورة. وايش عاد؟ والكريك. كريك؟ نستخدمه بعض الأحيان، ما هو بعض احيان الكريك نستخدمه. وايش هذا؟ وهذه كما نفس الشيء، نقلب بها النوره. هذه كيف تقلب النوره؟ هنا عندما العصاره تمشي نقلب النوره، والعصاره تمشي بهذه بالمغرفه هذه. وذا كريك، كما كريك نقلب النوره بو. ايش الفرق بين ذا وبين ذا الكريك؟ رغم انه نفس المسمى، بس هذا نقلب النوره بو. وهذاك نطرح النور ابو. هذاك ذا نطرح النور ابو. هذا ده. ايوه. وهذا نقلب النور ابو. طيب اخ احمد، عاد باقي شيء ما ذكرناه من ضمن الادوات هنا؟ المعصره هذه الاداه الرسميه هذه في الشغل. المعصره هذه الاداه الرسميه. اسمها ايش؟ اسمها المعصره. معصره، معصره نوره. معصره نوره. ايوه. هي كانت بدل عصاره نوره يعني. كان في قديم ايش يستخدمون؟ كان قديم العيدان. يعني هي تعتبر من ضمن الآلات الحديثة اللي دخلت على الأنهر. هذه آلات حديثة. هذه المعصرة نورة تكون يعني من ماكينة أستر. أستر ماكينة. تربطونها بالآلة هنا. طيب أخ أحمد، لو بدأنا معك بالتجربة الآن، بتعلم كيف نسوي؟ أول توضع الحجر. توضع الحجر هنا، وبعدين تسوي له ماء. فوقه. أيوه. تسوي له ماء. شوي شوي شوي. بعدين يذوب الحجر هذا. ومن نفسه يذوب؟ ايوه. الان لما يذوب كيف يتفكك؟ ها؟ ايوه، ينقلب طحين. طيب هل هو خطير الان يا احمد؟ خطير هذا. يعني يكون الواحد بعيد منه. بعيد منه، نار هذا بد. خطير. ليش الان يدخن؟ عندما توضع على ما تدخن يعني تذوب وتطلع الحراره. هل تكون حاره الان؟ حاره الان. you
طبعا هذه الآلة تقوم بعملية الخلط للمادة الحجر هذا. الحجر يتم وضعه مثل ما رأينا سابقا، يتم وضعه متراكم ومن ثم كثب الماء عليه ويتم التفتت من نفسه، لكن هنا الآلة تقوم بمهمة أخرى وهي تدقيق هذه المادة لتكون بهذا الشكل. الآن خطير الآلة حلمس ها؟ طبعا مثل ما يقول الأخ أحمد إنه المادة هذه لازم تكون في الآلة هنا ما يقارب 5 إلى 6 ساعات يعني بحسب فخانة المادة وتكون جاهزة. طيب أحمد أيوه كيف تعرف أنها جاهزة الآن؟ لا تماسك التمام لأن عرفها هذه خلاص تكون جاهزة. أيوه تكون جاهزة يعني 5 إلى 6 ساعات ها؟ أيوه تمام. طبعا هذه المهنة تحمل جهد كبير ومعاناة لمن هو يعمل بها صناعة النورة، فيعني خلال عملي فقط لدقائق يعني بان علي الإرهاق كثير، فهذا يعطي نظرة وصورة انه هذه المهنة صعبة جدا، بقدر ما هي صعبة هي بنفس الوقت خطيرة، فهذه جزء من معاناة اصحاب هذه المهنة. يعني ايش الحركة هذه؟ ايش الحركة؟ هذا يسمونه الكف هذا كف. ايوه هذا كف. ايوه هذا الكف يسمونه، هذا يبعد البقايا حق النوره هذه، يصفي الحوض عسى ما تي بس. ايوه صفي الحوض. لازم منها الحركه ذي. لازم منها اذا كان شيء بقايا هنا في ال ومشان ما تسقط تدحق وتسقط هذا في المكان هذا صفي البقايا. عموما يا استاذ احمد نحن سعداء جدا نحن تواصلنا معك ونقلنا بعض من معاناتك يعني مع مهنة النورة، والنورة مهمة جدا يعني لولا النورة ما ظهر الشكل اللي في العمارة التنية الآن. سعداء جدا بتواصلنا معك ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. يلا خير إن شاء الله. يلا. اشتهرت العديد من العوائل الحضرمية في صناعة النورة، ولعل أبرزهم آل بافطيم وآل باصالح وأيضا آل برمادة وآل صعنون وغيرهم ممن امتهنوا هذه المهنة العجيبة. الشيء الملفت في النورة أنك حين ترى جدران الطين قبل أن تكتسي بهذه المادة تشعر فعلا بأنها بحاجة إلى إضافة جمالية، وهو في اعتقادنا ما جعل الأوائل يفكرون في النورة. ومما تجدر الإشارة إليه أننا في هذه الأوقات تتعرض المنطقة إلى تغيرات مناخية، لذلك هي رسالة إلى جميع المهتمين أن مادة النورة تساعد على الحفاظ على هذه المنازل الطينية. مشاهدين الكرام، في طور البحث عن شواهد ونماذج خاصة بمادة النورة في حضرموت هنا لفت انتباهنا خلفنا الآن هذا البيت أو القصر يطلق عليه قصر حميدونة، وهو أول قصر يطلى بمادة النورة في حضرموت. النورة صناعة تحافظ على حضارة وتساهم في جعل المدن الحضرمية ذات طراز متفرد. السلام عليكم.